السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في مادة اللغة العربية. اليوم سنتناول سويا نشيد مع أصحابي وبعض من الأساليب والتراكيب. هيا بنا يا أطفالي لنقرأ سويا نشيد مع أصحابي. هيا بنا مع أصحابي. هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. مرة أخرى. هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. مرة أخرى. هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. هيا بنا يا طلاب الأعزاء لكي نتناول معا شرح نشيد مع أصحابي. هنا في نشيد مع أصحابي ينادي الشاعر على أصدقائه لكي يجتمعوا ويقصوا ويرووا ويحكوا حكايات عن الأحباب والأصدقاء والمقربين لهم، أو يلهوا معا ويلعبوا بألعابهم الجميلة لكي يسلوا ويمضوا وقت أوقاتهم الجميلة معا في صنع ذكريات جميلة. والآن يا طلابي الأعزاء، هيا نتناول سويا مفردات نشيد مع أصحابي. هيا بنا لنقرأها معا. أولا الكلمة ومعناها، أي معاني كلمات النشيد. هيا معناها تعالوا أو أسرعوا. أصحابي معناها أصدقائي. نحكي نقص أو نروي. قصص معناها حكايات. الكلمة ومفردها، أي الكلمة الجمع ومفردها. تمام. أصحابي مفردها صاحبي. قصص مفردها قصة. أحبابي مفردها حبيبي. ألعابي مفردها لعبة. الكلمة ومضادها، أي الكلمة وعكسها. تمام. هيا عكسها أبطئوا. أصحابي عكسها أعدائي. أحبابي عكسها أعدائي. والآن يا طلاب الأعزاء، هيا بنا لنتناول سويا أسئلة وإجابات نشيد مع أصحابي. السؤال الأول، ما اسم النشيد؟ أحسنتم، مع أصحابي. السؤال الثاني، ماذا يحكي الأصحاب؟ أحسنتم، نحكي قصصا عن أحبابي. السؤال الثالث، كيف يتسلى الأصحاب؟ أحسنتم، يتسلى الأصحاب بالألعاب. السؤال الرابع، عن أي شيء تحكي القصص؟ أحسنتم، نحكي قصصا عن أحبابي. السؤال الخامس، ماذا يفعل الأصحاب عندما يجتمعون؟ أحسنتم مرة أخرى الإجابة، نحكي قصصا عن الأحباب ونتسلى بالألعاب. الآن يا طلاب الأعزاء، هيا بنا لنتناول سويا الأساليب والتراكيب. والآن يا طلاب الأعزاء، هيا بنا لنتناول سويا أول درس في دروس الأساليب، ألا وهو درس الشدة. طلابي، لنسأل سؤالا معا، ما هي الشدة؟ الشدة عبارة عن حرف مشدد. ما معنى كلمة مشدد؟ أي مضاعف، أي عبارة عن حرفين متماثلين، يعني بمعنى أصح توأم. أضغم أدمج، دمجناهم فصارا حرفا واحدا، فالاثنين أصبحوا حرف واحد. نضع عليه الشدة. الشدة أشبه ما يكون بأسنان المشط أو بإيه؟ بداية حرف السين لها ثلاث إيه؟ سنون. والشدة لها ثلاث أنواع، شدة مضمومة مثل كلمة شرطي، وشدة مقصورة مثل كلمة تغني، وشدة مفتوحة مثل كلمة قطة. تمام. والحرف المشدد يا أطفالي حينما يعني نحلله، لما نحلله بينزل لحرفين زي ما احنا قلنا، لأنه عبارة عن ايه؟ حرفين متماثلين. لما نيجي نفكه بقى بينزل لحرفين،
الأول بيكون ساكن والتاني بيكون إيه؟ متحرك. ما معنى كلمة متحرك؟ أي يحمل حركة الضمة أو الكسرة أو الفتحة، وده بيكون حسب الحركة اللي موجودة فوق الشدة. يعني لو الشدة فوقيها ضمة هتنزل حرف ساكن وحرف مضموم، ولو فوقيها فتحة هتنزل حرف ساكن وحرف مفتوح، ولو فوقيها وقصدي ولو تحتيها كسرة هتنزل حرف ساكن وإيه وحرف مكسور. تمام؟ إذا الشدة هي عبارة عن حرف مشدد. تمام؟ والحرف المشدد هو عبارة عن حرف متماثلين، أضغما يعني دمجناهم فصارا حرفا واحدا، فالاتنين بقوا حرف واحد نضع عليه الشدة. والشدة ليها ثلاث أنواع: شدة مضمومة وشدة مكسورة وشدة مفتوحة. والآن هيا لتناول سويا سؤال لنطبق على قاعدة الشدة. تمام؟ هيا لنقرأ رأس السؤال سويا. اقرأ الفقرة ثم استخرج الكلمات المشددة موضحا الحرف المشدد. تمام؟ بيقول لي هنا نقرأ الفقرة سويا ونستخرج الكلمات اللي عليها حرف شدة، نستخرج الكلمات اللي عليها حرف ايه؟ شدة، وبعدين نوضح الحرف اللي يحمل الشدة. تمام؟ يلا بينا نقرأ الفقرة سويا. حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد وتغني على أغصان الأشجار. مرة أخرى، حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد وتغني على أغصان الأشجار. هيا بنا لنستخرج سويا بعض الكلمات المشددة. ها ها هي هيا أسمع هنا صوتا. ها أحسنتم. كلمة حل، حل اللام هنا مشددة. اللام هنا إيه؟ مشددة. اللام هنا مشددة. أحسنتم. ها كلمة أخرى. أحسنتم. الربيع، الربيع. أحسنتم. والحرف هنا أي نعم الراء هو المشدد. أحسنتم. كلمة أخرى. أحسنتم. تغرد، تغرد. أحسنتم. والحرف المشدد هنا هو حرف الراء. ها كلمة أخرى. تغني أيضا، تغني، تغني. أحسنتم. والحرف المشدد هنا هو حرف الإيه؟ النون. أحسنتم الإجابة يا صغاري.